بكم من جديد على قناة انفيزيت ماني اونلاين. شكرا ل11500 مشترك. في الفيديو ده هنعمل اثبات السحب ال 22 لموقع ستارت كومباني، الموقع الروسي اللي اتكلمنا عليه، وقلنا ان الموقع ده نقدر نستفاد منه عن طريق الاستثمار، كمان نقدر نروج للموقع ونكسب من البونص. في الفيديو ده هنسحب 328 روبل وهنعمل ايداع تاني ب 100 روبل. هنروح على السحب وهنسحب على محفظة البير، هنروح على الترانزاكشن اخر المعاملات في المحفظة. تمام، دي اخر المعاملات في المحفظة. هنروح على الموقع مرة تانية وهنسحب الموجود في البالانس، الكمية الموجود في البالانس اللي هي 328 روبل على محفظة البير. 328 روبل، هنضغط على كلمة سحب في المحفظة، وطبعا هيتم السحب على المحفظة مباشرة. زي ما هنا شايفين تم اثبات السحب ب 328 روبل بتاريخ النهاردة اهو 21. هنروح على محفظة البير وهنعمل ريفرش للمحفظة. زي ما هنا شايفين 328 روبل بتاريخ النهاردة 21/7. هنروح نعمل ايداع تاني في الموقع ب 100 روبل، هنضغط على كلمة ايداع من هنا. وطبعا هنا هختار الخطة الاولى، بعد كده هنختار محفظة البير، هنكتب هنا 100 روبل وهنضغط على كلمة ارسال. زي ما هنا شايفين وجهنا على الصفحة دي، بناخد هنا رقم المحفظة هنا كوبي عشان نرسل عليه من محفظة البير. هنضغط على كلمة ارسال من هنا. تمام، هنا بندخل رقم المحفظة وهنا نكتب 100 روبل اللي احنا هنودعها. تمام، ونتأكد ان احنا هنرسل اجمالي 100 روبل اهو تحت هنا، ونضغط على كلمة ارسال. هنا يظهر لي كود، تمام، مكون من حوالي 9 ارقام او 10 ارقام. هندخل الكود ده هنا، تمام، ونضغط على كلمة تأكيد. على طول هنا بيأكد معايا الإذاعة. لو نزلنا هنا تحت هنلاقي هنا إذاعة ب100 روبل بتاريخ النهاردة 21/7. طب طريقة الترويج للموقع، بنضغط على كلمة هنا بونص ونبدأ نروج للموقع عن طريق فيديو زي الفيديو اللي بنعمله حاليا. الفيديو هنا بنسيب لينك الفيديو وبنضغط على كلمة ارسال. الموقع لما بيراجع الفيديو بيديك البونص من 60 روبل ل15000 روبل على حسب جودة الفيديو، على حسب الناس المشتركين معاك ومستثمرة. موقع جميل جدا، نقدر نستثمر فيه ونقدر نروج للموقع. اي سؤال واي استفسار تقدر تسيبه اسفل الفيديو. شكرا لكم ومتابعتكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.